هذا المواطن الروسي ستجري عليه قصة ما جرت على أحد من العالمين. سيرجي كريكاليف رائد فضاء سوفيتي في عام 1991 ميلادي أرسل في مهمة إلى محطة ميرا الفضائية، وهو فوق في الفضاء صار انقلاب في بلاده على الأرض نتج عنه انهيار الاتحاد السوفيتي وتفككه إلى 15 دولة. كل هذا وهو في الفضاء ما يدري. بعد ما خلص مهمته اتصل بالمحطة الأرضية، قال يا جماعة الخير أنا خلصت برجع. قالوا له دولتك اللي أرسلتك اختفت من الوجود، وحنا دولة جديدة مستقلة اسمها كازاخستان، وما عندنا فلوس نردك، خلك مكانك. ومع الأسف بقي معلق في الفضاء 311 يوم. خلصت المؤونة اللي عنده الطعام حتى كاد أن يهلك، حتى تدخلت ألمانيا ودفعت 24 مليون دولار وأرسل مكوك فضائي وأعادوه إلى الأرض. وهذه كانت قصة آخر مواطن في الاتحاد السوفيتي اللي صار بعد انهياره روسيا اليوم.